خلينا بس في البدايه نقول لنفسنا ونقول لحضراتكم، نقول لمصر كلها مبروك لمنتخب مصر. يعني الحمد لله احنا كده ماشيين على الطريق الصحيح للتاهل للمباراه الفاصله، مؤهله بقى لكاس العالم 2022 على خير باذن الله. لكن قبل ما نتكلم عن النتيجه بس ونتكلم عن الفوز بثلاثيه، انت بتتكلم كمان خارج ارضك، يعني لازم نتكلم حقيقي عن الاداء الجماعي اللي كان امبارح واضح للجميع. الهجوم المنظم من اول دقيقه بصراحه والحق يقال، كيروش ما نزلش يلعب على التعادل، يعني ناس كانت متوقعه ده هو هيحافظ بس هيحاول ان هو يدافع اكتر، لا الكلام ده ما كانش امبارح موجود فعلا، لا هو كان بيحافظ يعني على الصداره بس كان بيلعب لاعب كويس جدا، يعني لعب بنفس التشكيله. وهنتكلم ماتش الذهاب وراهن على اللعيبه بتوعه، وقدروا كمان ان هم يورونا اداء رائع بصراحه ونتيجه كمان رائعه. ناقص لنا زي ما بيتقال يا كريم خلاص ماتشين، انجولا والجابون باذن الله، ويكون برده الشغل بهذا الاداء او اللعب بهذا الاداء، ويكون الفوز كمان مضمون ونقدر ان احنا نعبر بقى بعد كده المباراه الفاصله ونروح للمونديال. المنتخب واللعيبه يعني اختلفوا في مباراتين، وده برده واضح للجميع. قبل كده كانت اللعيبه يعني نقدر نقول بتلاقي بعضها او ما كانتش بتلاقي بعضها في الملعب بالشكل السليم، دلوقتي كل واحد اعتقد عارف دوره كويس قوي، عارف تمركزه كويس جدا، تحركاته كمان بتبقى محسوبه، وده كله يعني هيتطور كمان اعتقد في المرحله اللي جايه. وعايزه اقول لحضراتكم كمان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هنأ المنتخب وعلق على الاداء، قال كده تحديدا، قال الاداء والنتيجه اعطوا الثقه للجماهير المصريه في منتخبهم مره اخرى. فمبروك علينا وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، لان في كمان تصريحات كانت من كروش عايزين نتكلم عنها كريم بعد كده. طبعا هو يعني مبدئيا امبارح يعني شفنا شكل للمنتخب، كان في قوام يعني مظبوط في ارضيه الملعب امبارح، كمان كان يعني كان في الكل كان بيهاجم، كنا بنهاجم بست لعيبه تقريبا امبارح، يعني تخيلوا بقى حضراتكم الوينجات مع الباكات مع البلاي ميكر مع الفيرود كلهم بيهاجموا وبشكل منظم الى حد كبير، بدليل الهدف الاول كان صناعه مصطفى محمد لاحمد فتوح الباك ليفت، والهدف الثاني طبعا كان صناعه مرموش لمصطفى محمد، والثالث صناعه محمد صلاح لرمضان صبحي. تحركات كانت اكثر من ممتازه، تنظيم دفاعي وهجومي جيد جدا، وطبعا بنتمنى المزيد والمزيد من التطور، لكن يعني الى حد كبير برضو احنا عندنا علامات استفهام حول مشاركه محمد الشناوي وهو بيشعر بالاصابه لدرجه ان هو خارج. اكيد حضراتكم شفتوا اللقطه دي، يعني الكاميرا كانت مركزه شويه على الشناوي وهو بيخاطب كابتن عصام الحضري وبيقول له ما معناه يعني مش قلت لك او حاجه زي كده. فهل الشناوي شارك وهو مصاب؟ أكيد هنعرف الإجابة على هذا السؤال من خلال التقرير الطبي للنادي الأهلي، وبرضه هنتكلم برضه في التفصيلة دي أكتر خلال فقرتنا الحوارية الثانية. حاجة محترمة مرة تانية لازم نتكلم عنها، وكيروش زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح كان ليه بعض التصريحات، يعني من أهمها لما سئل يا كريم طيب أنت راضي على الأداء ولا لا؟ قال لهم أنا راضي ولكن لسه قدامنا يعني مرحلة طويلة جدا، وبرضه أنا مبسوط بأداء المنتخب لكن أنا لسه منتظر برضه الأفضل ولسه عندنا الأفضل نقدمه. دي كانت نقطة. النقطة التانية سئل برضه على موضوع الأرض، لأن ناس كتيرة قالت لك الأرض مش حلوة الكلام ده، كان عنده رد انا صراحه عجبني يعني قال انا ما يهمنيش كل ده، دي عوامل خارجيه وهي بتبقى عليا وعلى الخصم، فانا لازم العب تحت اي ضغط تحت اي ارض، ما فيش الكلام ده. فده كانت حلوه، لان البعض الاخر كان بيقول لك لا ده احنا انجزنا، لا ده مش عارف ايه رغم الارض، قال لك انا ما بلتفتش للحاجات دي، مش مهمه خالص الارض، ده عليا وعلى غيري، فمش نقطه ضعف او قوه يعني تحسب. فتصريحات محترمه. هو تحدث كمان لما سئل عن مين بطل المباراه، قال له كده من المذيع الزميل يعني كان بيقول له انت ما بتحبش تتكلم عن لعيب بعينه، لكن قول لنا المباراه دي مين برضه من وجهه نظرك هو يعني مان اوف ذا ماتش زي ما بيتقال، قال لك المنتخب المصري. فدي كانت من ابرز التصريحات. رد نميس. رد نميس.